بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي. ورغم نفس الأستاذة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرون معك في حل مجموعة من الامتحانات النهائية على الفصل الدراسي الثاني عام 2022 من كتاب جيم العام 2022. شباب، احنا شغالين على الكتيب اللي سماه جيم اون تراك بوكليت. وصلنا للفاينل تيست الخامس، بداية على صف 42. بسم الله على بركة الله نبدأ أو نشوز لك فيها. Father bought a new car which has الأب اشترى سيارة جديدة فيها السيارة دي فيها إيه يا عمي؟ or an كذا steering system sensors بمعنى نظام قيادة and modern sensors وحساسات جديدة. طيب outdated بمعنى يعني مش على الموضة زي ما بيقولوا أو مش حديث، ولا degraded جاي من كلمة degrade بمعنى ينحط يعني بينزل التصنيف بتاعه، ولا old fashion موضة قديمة، ولا high tech عالي التقنية. هي دي هاي تك ستيرنج سيستم اند مودرن سنسورز، بمعنى نظام قياده عالي التقنيه وكمان في حساسات حديثه جدا. اتنين، ذا ستيب رود. ستيب رود بمعنى طريق شديد الانحدار. ماله يا عمي كمل. هو زي بقى فور ايفن، يعني اقول لك ايه، حتى للي كذا موست اكسبيرينس درايفرز اللي هم اكثر القاده او اكثر السائقين خبره. يعني عايز اقول لك ان هو كان الطريق المنحدر ده كان يعتبر تحدي حتى لاكثر السواقين خبره. changing معناها متغير، reflecting معناها منعكس في انعكاس، challenging معناها فيها تحدي، واسوشيتنج بمعنى اسوشيت كذا وس كذا بمعنى يربط ما بين حاجتين وبعض. الطريق كان challenging لكل الناس بما فيهم او يعني حتى اكثر الناس خبره في مجال القياده. نحرك الشاشه رقم ثلاثه تبقى هي عنوان هذه الشاشه. The islands near the Caribbean are. الجزر اللي قريبة من الكاريبي are characterized by، بيتم تصنيفها أو مصنفة أو بتتميز بأن فيها إيه بقى؟ هاي إيه؟ إيه اللي عالي عندها؟ And so ولذلك they attract tourists، ولذلك بيجذبوا السائحين. طيب إيه اللي عندها بيوصف بأنه هاي؟ هاي إيه؟ هاي أكتيفيتي نشاط عالي، هاي كلايمت طقس عالي، هاي بايودايفرسيتي تنوع بيئي عالي، ولا سيميلاريتي تشابه. هاي بايودايفرسيتي، بايودايفرسيتي اللي احنا قلنا عليه التنوع البيئي، يعني فيها مجموعه من البيئات المتنوعه، وده بيخلي اللي بيخليها نقطه جذب للسائحين. اربعه، ذا ايجيبشن فول مدمس، اكله مصريه كلنا نعرف. طيب از بيزد اون ان انشنت ايجيبشن، تعتمد او قائمه على حاجه قديمه عند المصريين. ايه بقى؟ thousands of years old، عمرها الاف السنين. ايه؟ prescription روشتة الدكتور، study دراسة، research بحث، recipe وصفة. recipe وصفة اللي هي وصفة الطعام يعني تحديدا، لها آلاف السنين. خمسة، the young scholar obtained a، الدارس الشاب حصل على ايه يا عمي؟ كذا، to get her PhD عشان ياخد درجة الدكتوراه at Oxford University في جامعة أكسفورد. يبقى حصل على ايه الدارس ده؟ scholarship منحة دراسية، ولا championship بطولة، ولا hardship صعوبة، ولا friendship صداقة. حصل على scholarship منحة دراسية. إجابة صحيحة في جملة خمسة. نحرك الشاشة عشان جملة ستة تبقى هي عنوان الصفحة أو عنوان الشاشة. The young man's salary enabled him، المرتب بتاع الشاب الصغير ده جعله قادر على كمل، to become economically، أنه هو يكون بدرجة من الناحية الاقتصادية إيه بقى؟ of his family، عايز أقول لك مستقل. طيب تبقى available متاح، ولا ديبندبل، ديبندبل معناها اتكالي يعني معتمد على الاخرين، ولا ريوزابل يعني يعاد استخدامه، ولا اندبندنت، اندبندنت بمعنى مستقل مع حرف الجر اوف. اجابه واحده صحيحه. سبعه بتقول ذا بريف سولجر، الجندي الشجاع، was shot down during اطلق النار عليه اثناء ايه؟ كمل يعني behind enemy lines خلف خطوط العدو. بيكنيك نزهه، فيكشن اللي هو الخيال والخيال العلمي والحاجات دي، ولا ميشن مهمه، ولا رايد بمعنى جاء من الفعل يركب او ركوب والحاجات زي كده. لا، كان عندي ميشن خلف خطوط العدو، ودي اللي حصل له فيها اللي صار في 8. بيقول لك فيها اتس ا جود ايديا تو، انها فكره جيده ان ايه يا عمي؟ سم اوف اور فري تايم، بعض من وقت فراغنا، تو تشاريتي ورك للعمل الخيري. طيب تبقى ايه؟ ريكويست معناها طلب، بيربلكس معناها يربك او يحير، ريتريف معناها يسترجع، دونيت معناها يتبرع. هي دي اللي هناخدها إجابة. تسعة، there are several reasons for that، هناك أسباب عديدة لكذا. كمل، political situation in Yemen،
اللي هو المو... اللي هو الوضع اسمه ده الوضع السياسي في اليمن. طيب ويف معناها موجة، دراوت معناها جفاف، كرنت معناها حالي، يعني اللي احنا اليومين دول اللي احنا فيه دلوقتي، وايماجن معنى خيالي، كرنت بوليتيكال سيتويشن. إجابة وحيدة صحيحة. نحرك الشاشة عشان تبقى جملة رقم 10 هي عنوانها، وكمان نشوف الصفحة الجديدة. It is better to deal with some problems at. من الأفضل إن احنا نتعامل مع بعض المشكلات في إيه؟ Or they will get more، وإلا هتزيد difficult، هتزيد صعوبتها. طب نتعامل عليها في البيربز، ده غرض، سورس في مصدرها يعني بدايتها يعني من أولها يعني من مهدها زي ما بيقولوا، ولا سايت بمعنى موقع، ولا لوكيشن بمعنى مكان تصوير. لا، اتعامل مع المشكلة من السورس بتاعها، من مصدرها، ما تسيبهاش تكبر. The girl is watering the plants. البنت بتروي النبات. ايه؟ Right now، الآن، ولا every day، كل يوم، ولا since 2 o'clock، من الساعة 2، ولا next year، مش مضارع مستمر. خلاص، يبقى ادي الدالة عليه. ظرف الزمان بتاعه ايه؟ Right now. صفحة 43 عليها جملة 12 وبيقول لك فيها شيء وفراغ. ها، كمل يا عم. مي انا. When her birthday is. الله، ايه يا عمي when her birthday؟ يعني عيد ميلادها هيكون امتى؟ will not be telling me، مش هتقول لي، ولا will not have told me. ده طبعا will not be telling me ده مستقبل، مستقبل مستمر منفي. هنا مستقبل تام منفي، won't المستقبل بسيط منفي، وisn't telling مضارع مستمر منفي. مش بيقول لك ان هو امتى عيد ميلادها؟ طب عيد ميلادها لسه ما جاش. طب خلاص، يبقى مستقبل بسيط وبس، مش محتاج يكون اي حاجه زي كده. هي مش هتقول لي امتى عيد ميلادها. 13 بتقول سبايدرز ار، العناكب. مالها يا عمي؟ فرايتنينج، فرايتنينج معناها مخيفه. ذان، ذان يبقى في مقارنه. واسبس اللي هي الدبابير، جمع كلمه دبور. تمام، تقول ماتش فرايتنينج، ولا الوت، ولا ليتل، ولا ماتش مور. مش هو جايب لك مقارنه؟ ذان، يبقى ماتش مور هي التي تدل على الزياده. تمام، ماتش فرايتنينج ما تنفعش، ماتش لوحدها ما تنفعش. طيب الوت لوحدها ما تنفعش، الليتل تدل على القله، وهنا واضح ان في زياده، يبقى مين اللي كده الوحيده اللي تنفع؟ ماتش مور. اجابه صحيحه من رقم 13. نحرك الشاشه عشان تبقى 14 هي العنوان. We had a lot of trouble because، احنا عندنا او كان عندنا مشكلات كتيره بسبب ايه يا عم؟ كمل. We our passports. الباسبورتس بتاعتهم حصل لها ايه؟ لوز، يفقد، مصدر مضارع. هاد لوست، فقد، ماضي تام. هاف لوست، فقد، مضارع تام. وير لوزينج، ماضي مستمر. هاف لوست، مضارع تام وبس. الله، طب ليه مستر اخترت لنا مضارع تام؟ مش الباسبورتات ضاعت؟ هم لقيوها؟ لا. ليه؟ لان بقول لك احنا حصل عندنا مشكلات كتيره. طب يا عم حصل مشكله دي ليه؟ لان الباسبورتات لسه قاعده ضايعه، ما لقوهاش، لانهم لو لقوها كانت المشكله اتحلت. 15 which one of the following is grammatically correct، مين الجمله اللي جايه اللي الجرامر بتاعها صح؟ انا هختار لك الاجابه الاول وبعدين نقول هي ليه صح، ومن ده تعرف الباقيين ليه غلط. نحط يا سيدي خط على الجمله، اول جمله هي اللي صح، تعالى نحط عليها خط ونقول هي ليه صح. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ We better start. الابوستروف دي اختصار كلمة had، صح كده؟ يعني كده كانوا بيقولوا We had better start، معناها من الأفضل. أوعى تقول لي إن دي ماضي تام، أزعل، أزعل خالص، أزعل خالص، لأن لو قلنا إن دي had ماشي بتاعت الماضي التام، يبقى هنا المفروض يكون في تصريف ثالث، فينه؟ مش موجود. better دي معناها أفضل، ودي مقارنة صفات معناها من الأفضل. We had better start studying harder this week. من الأفضل يا جماعة إن إحنا نبدأ نشد في المذاكرة الأسبوع ده. ها، وبعد كده راح عمل كوما، كلام طبيعي جدا، وبدا يعمل سؤال مزيل، جاب الفعل المساعد اللي هو هاد اهي، اللي هي الابوستروف دي هي، وراح نفاها وجاب الضمير من وي، هو وي. كده الجمله دي صح، وحط علامه استفهام. يبقى بما ان احنا طلعنا ده صح، يبقى اي حاجه هنا مش موجوده من اللي قلناه تخليها غلط. تمام، عينك انت على مين؟ الجمله من اول وي بيتر لحد ذيس ويك كلها واحد، بص كده عليها اهي، بص كده الجمله كلها مفيش مشكله خالص فيها، مفيش فيها اي مشكله اهي، بص عليها كده الجمله كلها واحد. المشكله حصلت فين؟ المشكله حصلت في السؤال المزيل. هنا قبل جا هنا جاب لك wouldn't، ما اعرفش جابها منين، mustn't جابها منين، aren't جابها منين. يبقى كده ايه الوحيده الصحيحه هي ايه، واحنا خلاص اخترناها.
الجملة رقم 16 بيقول لك فيها the boy، ماشي، الولد ماله يا سيدي، كمل. عمر shared a flat، عمر بيتشارك معاه شقة. with was a philosophy student، طالب فلسفة. and wanted to set up half the night discussing philosophy، كان عايز يقضي نص الليلة يقعد يناقش في الفلسفة. طيب ماشي. طب هنا هو the boy ايه عمر شارد؟ عايز اقول لك الولد اللي عمر بيشاركه الشقة، ولا ايه دي؟ شقة ولا ايه؟ شقة، ايوه تمام. طيب نقول have whom تنفع، طب نقول have whom برضه تنفع، نقول have that برضه. لا بس انت عمال تقول ينفع ينفع، مش تقول لنا ده ليه؟ هقول لك يا سيدي، انا عايز relative clause يدل على المفعول. ايه الدليل؟ ان ادي الفاعل عمر وادي الفعل شارد اهو، يبقى انت كده عايز relative clause ايه؟ يدل على المفعول. طب المفعول ده عاقل ولا غير عاقل؟ كلمة بوي تقول لك ان ده عاقل، تمام. هو تنفع مع المفعول به العاقل، تمام. طب وهم ما تنفع برضه، الله، وذات تنفع برضه، الله. طب اختار الثلاثة ازاي؟ اهي all are possible، كلهم صح. خلصت خلصت والله. 17 شي از بيزي، هي مشغولة، بتعمل ايه يا سيدي؟ هي الروم. الصياغة فلان فيرب تو بي بيزي، هات لها جيراند كليننج، تحكيش في اكتر من كده، كلام واضح ومعلومه محدده. فاعل مع فيرب تو بي مع بيزي، هات لي جيراند. 18 ياسر، ماله ياسر؟ بص يا سيدي، فراغ تو بي فولينج اسليب، يعني هيقول لك ايه؟ زي ما يكون يعني منعنس. ها هات هيز ديسك، على الديسك بتاعه. مي بي هيز ال، قد يكون مريض، ماشي. طب نقولها بإذا إذا أبيرنج، الفعل أبير ما ينفعش يكون مستمر، يبقى دي غلط. أبيرز، ممكن. ووز أبيرنج، إحنا قلنا أبير ما ينفعش يكون مستمر يعمل حاجة. طيب فاضل ويل أبير، طيب هو لسه هيبدو عليه ولا باين عليه وظاهر عليه؟ خلاص يبقى مضارع بسيط. إجابة هي صحيحة. 19 أنا، مالك يا سيدي أنت؟ ها أنا إيه؟ كمل يا عم. تو درايفنج أون ذا ليفت، للقيادة على الشمال. يبقى كده كانه ايه بقى؟ دي الحكايه دي في انجلترا بس، ان انت تقود عربيتك ناحيه الشمال. But it was hard at the beginning، الحكايه كانت صعبه في البدايه، يبقى ده معناه انه دلوقتي الشيء ده بالنسبه له في الحاضر اصبح مألوف. طب نقولها abused لوحدها ولا am used بعد كده to ولا am not used ولا used؟ مش بيقول لك خلاص بقت الحكايه متعود عليها وبقت بالنسبه له سهله والدنيا دي؟ خلاص يبقى am used دلوقتي، اللي هي تمثل عاده في الحاضر. هشيم بتقول I don't think this girl is boy will pass، أنا لا أعتقد إن الواد المهمل ده will pass the exam، هينجح، ماشي. and إيه هاي ماركس، إيه اللي يحصل؟ خد بالك من الفعل جاي في إيه؟ في المصدر، هات له مصدر زيه. عشان إيه؟ عشان and بتعطف الأفعال على بعضها في زمن واحد، كلام مش محتاج أكتر من كده حكم. القطع، القطعة بتتكلم عن أكثر كائن على وجه الأرض تنظيما، النحل، هانيبي. النحل يمثل يعني أفضل الكائنات تنظيما على وجه الأرض، وهو من الحشرات، وعلى عكس باقي الحشرات ما ينفعش النحل يعيش لوحده، لازم يعيش في مستعمرات، بي كولوني، وهو مجتمع منظم زي ما قلنا إلى درجة بعيدة جدا. رأس هذا المجتمع أو هذه الجماعة هي النحلة الملكة، والنحلة الملكة مهمتها إن هي تضع البيض. مين اللي بيقوم، وده النوع الثاني اللي بيقوم على رعاية البيض؟ الشغالات اللي هي الوركر بيز. الشغالات مش بس بترعى البيض، لا ده كمان بتقوم بجمع النكتار اللي بيقولوا عليه الرحيق، وكمان بتقوم بجمع حبوب اللقاح. وبيتم ترسيب هذه النكتار وحبوب اللقاح في الخلية، وبتتغذى عليها البيوض الجديدة لما بتفقس. وبعد كده نيجي للنوع الثالث وهو الذكر، وده اللي مهمته الوحيدة هو عملية ايه؟ عملية التلقيح للملكة. طبعا الملكة في فترة عمرها اللي بتقعد 3 سنين بتكون انتجت فيها او وضعت فيها ما يقرب من 500,000 بيضة. اول ما الملكة بتستعد للوفاة بيكون في ملكة جديدة بدأت تتولى مقاليد الأمور منها. طيب النحل ليس فقط الحكاية دي هي المهمة بالنسبة له، ده بيعمل حاجة تانية أهم.
له دور رائع في الحفاظ على التوازن البيئي، الايكو سيستم او الناحيه ايه البيئيه. بيعمل ايه؟ بيقوم النحل بنقل، بيسموه بولينيتور، بيسموه ايه بقى؟ ليه دور بولينيتور. هنا بولينيتور بمعنى لعمليه التلقيح والكلام من ده. ان النحل بيقوم بعمليه التلقيح من خلال نقله لرحيق الزهور من مكان لمكان، وده بيساعد على نمو المحاصيل وانتاجيتها العاليه. وبالتالي لازم نحافظ على النحل، لانه مش بس بيخدم نفسه المستعمره بتاعته، لا ده بيخدم الانسان كمان. نبدا بالاسئله. The thing that distinguishes، الحاجه اللي بتميز هاني بي نحل العسل from other insects that من الحشرات الاخرى، انها الاختيار بي it can't live apart from its community، لا يمكنها الحياه بعيد عن المجتمع بتاعها وجماعتها الصغيره. 22 تبقى هي اللي ظاهره قدامنا. The main mission، المهمه الاساسيه of the queen للملكه in the colony is to، كل مهمتها انها لي اكز تضع البيض. في 23 بيقول لك فيها The life of honey bees can teach us، حياة النحل تعلمنا ايه؟ تعلمنا cooperation، التعاون. نتحرك مع جملة 24 نخليها هي عنوان الشاشة، واللي بيقول لك فيها The word latter، كلمة latter معناها الأخير. تمام؟ طيب. latter دي عايز لها antonym، عايز لها مضاد former. former معناها السابق. The synonym of the word look after، عايز مرادف كلمة look after. look after معناها يعتني بيه. يساويها care about. care about معناها برضو يعتني. نتحرك مع جملة 26 بيسأل فيها عن what is the best title for the passage، ايه افضل عنوان ممكن نحطه لهذه القطعة؟ honey bees life، حياة نحل العسل. 27 بيقول لك فيها bees help the crops too، نحل العسل بيساعد المحاصيل على انها grow، تنمو. عندي في 28 when the queen bee dies، عندما تموت النحلة الملكة او الملكة النحل، another one takes over، واحدة أخرى بتتولى مقاليد الأمور. ننتقل للترجمة، ونبدأ بالترجمة اللي باللغة العربية نحو اللغة الإنجليزية، واللي بقول لك فيها إن الجدل والخلاف بين أفراد المجتمع يؤديان إلى تدهور جميع مجالات الحياة. أما التفاهم والتعاون فيؤديان حتما إلى التنمية والتقدم، لذلك لابد من توعية أفراد المجتمع بأهميتها لمستقبل أفضل. طيب تعالوا نشوف الترجمة الأفضل للجملة دي، إحنا عملناها لك في صياغة جيدة. debate and disagreement among members of society deteriorate all areas of life. As for understanding and cooperation, it inevitably leads to development and progress. Therefore, members of society must be made aware of its importance for a better future. شوف ترجمة اللغة الإنجليزية اللي بيقول لك فيها، هنحولها طبعا للغة العربية. بيقول لك فيها every one of us should have a hobby within his or her means. Otherwise, life loses its charm and becomes one long labor from beginning to end. وتبقى الترجمة بتاعتنا بالشكل ده، يجب أن يكون لكل منا هواية في حدود إمكانياته، وإلا تفقد الحياة سحرها وتصبح عملا طويلا من البداية إلى النهاية. يعني كنت بتعمل أنت كده عمال تشتغل وبس، لكن ما فيش أي نوع من أنواع الهواية. المقالة اللي جاية بتتكلم عن إيه؟ Hosting international sports، استضافة البطولات الدولية أو المنافسات عموما في مجال الرياضة يعني، and conferences ومؤتمرات is a good way، طريقة جيدة to encourage tourists to visit Egypt، لتشجيع السائحين على زيارة مصر. ليه يا عمي؟ الحكايات دي بتشد أو بتجذب أنظار العالم للاسم مصر. يا عم دي مصري فين؟ طب إيه موقعها؟ طب إيه أهميتها؟ طب ليه بيعملوا فيها مؤتمرات؟ طب ليه؟ يبقى أنت بتشد الناس بقى ليك. دي بيسموها شباب ماركتينج، التسويق، ان انا بسوق البلد، بعمل لها ايه؟ كاني بعمل لها اعلان. طب احنا هنعمل مؤتمر الشباب مش عارف ايه، تعال يا عم شوف اعملوه فين. طب اعملوه ليه؟ فين يا عم المكان؟ مصر. ايه مصر دي وفين؟ خلاص، يبقى لما اعمل مؤتمرات دوليه ولما اعمل رياضات دوليه واستضيف بطولات وكل حدث مهم، هات عند مصر، هات عند مصر، تلاقي كل الناس دي يا عم ده مصر، ده اكيد بلد حلو، ده بيشجع السياحة. يبقى انت تتكلم في الفكرة دي، اهمية ان احنا نقيم مؤتمرات وندوات وبطولات رياضية واي حاجة ممكن نحط اسم مصر فيها حطها، بحيث ان ايه بقى؟ الناس تحط عين عليها وتيجي تزور، وده نستفيد احنا منه عمالة فلوس بالدولار والدنيا دي تشتغل. تمام شباب، انتهى الامتحان الخامس، لكن امتحاناتنا معاك ان شاء الله لسه لها باقي. انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.